خلينا نروح لموضوع تاني. الموضوع ده يعني الواحد لما قراه في الاول اتخض. الحق يا جماعه، في حريقه كبيره في مهرجان الجونه. كلنا صحينا على خبر صعب جدا، او فوجئنا بهذا الخبر. وطبعا الحقيقه باعتبار ان مهرجان الجونه واحد من اهم المهرجانات السينمائيه اللي موجوده في مصر بل وفي الشرق الاوسط، مهرجان مهم جدا جدا جدا، يعني لا يقل عن المهرجانات الكبيره جدا الموجوده في المنطقه، برغم انه عمره لسه صغير كمهرجان للسينما، بس الناس مهتمه بيه قوي قوي، لانه الحقيقه اتعمل فيه جهد كبير خلال الكام سنه اللي فاتوا. وبطبيعه الحال مليان صحفيين، فلقينا مثلا صديقنا وزميلنا العزيز مصطفى حمدي عمال يبعت لنا في حاجات وصور وقصص وبتاع، اتخضينا. بالمناسبه زي ما انتم شايفين ده شكل هذا الحريق، هو اسفر عن بعض التلفيات في حريق مسرح البلازا زي ما بيتقال. الكويس والرائع في الموضوع زي ما اهو قوات الحمايه المدنيه اتحركت بمنتهى السرعه لمكان الحريق، سيارات الاطفاء، الاسعاف، رجال الاطفاء الحمد لله تمكنوا من اخماد الحريق ده قبل ميعاد المؤتمر الصحفي واللي كان من المقرر النهارده للاعلان عن انطلاق حفله الافتتاح للدوره رقم 5 لمهرجان الجونه واللي يبدا باذن الله يا رب يوم الخميس. احنا ده الوضع دلوقتي، ده الشكل بالمناسبة لما بعد هذا الحريق، والحمد لله إخماد هذا الحريق وإطفائه. يعني يمكن أنا حتى شفت فيديو كده تصريحات للمهندس سميح ساويرس وهو بيقول يعني إن شاء الله ما فيش حاجة، وكل القصة بدل ما الستيج هتبقى عالية هتبقى واطية شوية. مهندس نجيب عنده تصريحات تانية متعلقة بأنه يا جبل ما يهزك ريح، كما جرت العادة مهندس نجيب متحدي، يعني ما فيش حاجة توقفه كده زي ما بيتقال. كلنا نتمنى فعلا ان مهرجان الجونه باذن الله يكمل على خير ويستمر من تألق الى تألق. دي الحته اللي واضح ان فيها تلف كبير في مسرح البلازا. احنا معانا الاستاذ انتشال التميمي على التليفون ولا لسه؟ رادي؟ السيد انتشال التميمي مدير مهرجان الجونه السينمائي، اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ طمنا عليكم في الجونه وعلى المهرجان. والله الاوضاع ممتازه، انا حاليا في البلازا لانه احنا عاملين اليوم الجنرال ريبيتيتشي، يعني بدنا نعمل اعاده لكل يعني تحضير حفل الافتتاح. وهناك خليه لحن نحن ضخمه جدا للبناء. انا اعتقد انه بكره صباحا راح يكونوا قادرين انه يكونون جاهزين الجزء الاكبر، ربما على المساء كانه لم يكن هناك حريق في المكان بإذن الله. هو معنى التحدي ومعنى انه كيف تقدر تتعالج الامور، اصعب الامور تقدر تعالجها لما تكون عندك كفاءه عاليه وقدره ورهاوه باذن الله. طب سابق انتشال، يعني هل نقدر كده نتوقع انه باذن الله المهرجان يقام في نفس الموعد المقرر بتاعه من غير اي تاجيل؟ لم يتغير ولا لحظه واحده اي بلان من الموجود، يعني كل شيء على يعني المؤتمر الصحفي اليوم انعقد الساعه 4 مثل ما موعدنا. طبعا بدا 4:30 لانه الهواء كان محتاجين كذا الهواء بال 4:30 يبدا، اما كل شيء كان بموعده. ونفس الشيء بالنسبه للتحضيرات والتدريبات، اليوم في المسرح قائمه على قدم وساق، وايضا بكره اخر تحضيرات ونكون نبدا بالموعد المحدد. هذه اول سنه عندنا جزء ضخم من الضيوف يصلون باليوم اللي يسبق المهرجان، لانه احنا عندنا مؤتمر صحفي فكنا محتاجين الصحافه ان تحضر قبل يوم، محتاجين بعض السبونسرز يكونوا موجودين، بعض النجوم لجان التحكيم كالعاده تحضر قبل يوم. فاليوم احنا كانه المهرجان بدا منذ اليوم، يعني صح هو يبدا بكره بس هذا كله يخلينا مطمئنين اكثر انه الناس جنبك موجودين في فنادقهم باماكنهم ماخذين باجاتهم. راح يكون يوم بدايه من افضل البدايات بالنسبه لنا من اي سنه سابقه. ابرز ضيوف المهرجان وابرز العروض هتبقى ايه؟ يعني في الحقيقه الضيف الابرز في المهرجان اضافه الى احمد السقا اللي راح ياخذ جائزه الانجاز الابداعي هو دارن أرونوفسكي المخرج الامريكي طبعاً. المشهور طبعا تعرف افلامه امي و فيلم بلاك سوان طبعا، وافلام عديده اخرى مهمه لهذا الشاعر السينما الكبير هذا. وطبعا في نجوم عرب ومصريين
يصلون لاكثر من 120 نجم سيكونون موجودين على الجاده الحمراء، تقريبا كل نجوم المصريين اللي تعرفهم متواجدين. وهو طبعا هكذا تعود الناس، وهكذا المهرجان الجونه عود الناس عليه. طبعا اضافه الى مخرجي السينما ومنتجيها، اضافه الى ذلك انهم متعودين السنه الثانيه ندعو جزء كبير من صناع السينما في مصر من 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 مصورين ومونتيريه ومخرجين ومصممي ازياء واخرين، يعني حيكون ايضا متواجدين، لانه احنا بالنسبه لنا نعتبر انه من حق هؤلاء ان يطلعوا على اخر انواع الافلام اللي تجي، اضافه الى انه من حق الجمهور ان يلتقي بهم ويستمتع بمشاهدتهم. وابرز الافلام اللي هتشارك يا سيد انتشال؟ الافلام الاجنبيه اللي هتشارك في المهرجان؟ يعني حقيقه هناك طائفه كبيره من الافلام، يعني اذكر فقط انه احنا من تقريبا اهم 16 فيلم في كان، ربما هناك 13 من عندها في الجونة، يعني من ضمنها الفيلم الفائز بجائزة الكبرى ولجنة التحكيم وأفضل ممثل وأفضل عمل أول وجائزة الكبرى لإنسنت ريغارد وجائزة الكبرى لكونزين وجائزة الكبرى لكريتكس ويكس. يعني بس من ضمن من الأفلام اللي منتظرها الجمهور، يعني فيلم فرنش ديسباتش اللي يعني منتظر الجمهور الواسع، صحيح هو ما فاز بأي جائزة بكان، لكن المخرج عمل سبق أن عمل أفلام مهمة مثل فندق بودابست، فيخلي توقف كبير لحضور أفلامه. طبعا هناك فيلم الكابتن كورزونوف اللي هو روسي من فينيسيا، وهناك الرجل الذي لم يستطع مشاهدة تيتانيك، أيضا فيلم سويدي فيلم فنلندي مهم. وهناك أيضا من الأفلام البارزة جدا فيلم سان داون لميشيل فرانكو اللي كان في فينيس أيضا، وهناك العديد من الأفلام الوثائقية والروائية والقصيرة المهمة. عظيم، كل تمنياتنا ليكم بالتوفيق في مهرجان الجونة كما جرت العادة. ربنا يوفقكم. ألف شكر ليك. شكرا ليك سيد انتشال.